كمان تطرق سيادة الرئيس أمس عن الأزمة الاقتصادية، وقال إنه مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر، ومقدر أكتر صلابة المصريين في مواجهة هذه التحديات. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أوعوا تتصوروا إن أنا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر. لا، أنا مقدرها كويس جدا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي أو كلام أنا بقوله لكم يعني عشان، لا والله أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن احداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة اثناء الاحداث الصعبة اللي مرت، وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده. لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة او بشكل بسيط او للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتو، يبقى احنا وانتو. يعني احنا وانتو يبقى الشعب في 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 مكان في منطقة، والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان. وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي، يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة، ده الرأي العام، حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت، لا، ده احنا قعدنا اكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية، وده ما كانش امر يسير ولا سهل، كان محتاج برامج ومحتاج دعم ومحتاج صبر. من انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لان احنا لازم دايما نكون دايما صف واحد، مكان واحد، كتلة واحدة. أي تحدي وأي صعوبات تعدي علينا لو إحنا مع بعض، وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي إحنا شفناها ديت في 25 يناير، لو إحنا بقينا إحنا وإنتوا. مفيش إحنا وإنتوا، إحنا واحد كلنا، إحنا واحد كلنا.